السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، واليوم دعوة من الهلال الأحمر الإماراتي لأن أكون متواجداً معهم لتغطية عدد من الفعاليات التي يقومون بها ضمن تقديم الدعم لمتضرري الزلزال. الحقيقة ما يقوم به الهلال الأحمر الإماراتي من خلال توزيع أولاً في موضوع دعم التعليم، وهذا هو الشق الأهم، حيث يقوم الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم 10,000 حقيبة مدرسية متضمنة الكثير من الدفاتر والكتب والقرطاسية، ويتم استهداف القرى في محافظة اللاذقية، سواء كان بقرى ريف جبلة، بقرى ريف القرداحة، وأيضا قرى محافظة اللاذقية. أنا الآن متواجد في قرية جوبة برغال التي تقع بريف القرداحة، و عملية الدعم النفسي، وهذا ما لفت انتباهي الحقيقة من خلال تقديم المختصين من قبل الهلال الأحمر الإماراتي للأطفال وطلاب المدارس، وثانيا الانتقال لموضوع تقديم الدعم من معونات غذائية وغيرها. تابعونا في هذه الجولة. ناس لبعضها رح تبقى، وبعد الفرقة في ملقى، رح نجبر خاطر مكسور ونداوي قلوب محترقة. الناس لبعضها رح تبقى، وبعد الفرقة في ملقى، رح نجبر خاطر مكسور ونداوي قلوب محترقة. ايد بايد رح نرجع، وشمس الامل رح تطلع، نبني سوا حيطان البيت وما تخلي طفل يدمع. نبني سوا حيطان البيت وما نخلي طفل يدمع. الناس لبعضها رح تبقى. اليوم من خلال تواجدك اليوم في محافظة اللاذقية في سوريا، هذه هي الزيارة الأولى؟ للأمانة نعم، هي الزيارة الأولى للمحافظة كمحافظة، والزيارة الأولى لمثل هذه المناطق الجميلة. أنا هي أول مرة بزورها، اللي كأنها قطعة من الجنة حقيقة، يعني أمانة الناس اللي فيها يردون الروح، الوجوه الجميلة هذه المستبشرة بالخير، وإذا كان يدل على شيء يدل على البذرة الطيبة في هذه الأرض المباركة المعطاءة، فإذا أنجبت هذه الأرض مثل هذه الثمار، فإن شاء الله أن مستقبل هذه الأرض سوف يكون من الدمار إلى العمار بهذه الأيادي. التركيز اليوم من قبل الهلال الأحمر الإماراتي على الدعم النفسي، ماذا تريدي أن تعلقي في هذا الموضوع بالتحديد؟ كل كارثة لابد أن تمر من بعدها مرحلة استشفاء، فهنا يأتي دور الهلال الأحمر الإماراتي أنه يساعد بالتقليل، ما راح نحد، ولكن نساعد بالتقليل من حجم هذه الكارثة، وشوي شوي ننشر الوعي النفسي ما بين هذيل الأطفال وكبار السن والأشخاص الموجودين أيضا في الشارع. ما خلفه الدمار وما خلفته الكارثة اللي هي الزلزال سوف يبقى دائما يعني عالق في ذاكرتهم، وهم أصلا أطفال، ولكن كل اللي نحن نقدر عليه أن نصنع لهم ذاكرة جميلة يتذكروننا فيها إن شاء الله لما يكبرون. حياك الله. الله يحييك. لو مرحبا، انا بشوفك بتحسب وبتعد 5 و6، قاعده اقول هو بيسمع جدول الضرب ولو ولا شو بيعمل. يا ميت اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم بسوريا. يا مرحبا. الزياره الاولى. اهلا وسهلا، لان سوريا بلدنا. الله الله الله، عن جد. شو بدك، شو شعورك اليوم؟ هي الزياره الاولى لسوريا مش هيك؟ بالفعل. شو شعورك؟ شايفه انت الدعم النفسي في مناطق بعيده جدا وقرى بعيده، وهذا هدف الهلال الأحمر الإماراتي من أجل تقديم الدعم النفسي. وجودك اليوم كمتطوعة وكمؤثرة وكصانعة محتوى، ماذا تريد أن تقول؟ للأمانة وجود الجميع اليوم للإنسان، بعيدا عن التطوع، بعيدا عن التغطية الإعلامية، إحنا موجودين هني لدعم الإنسان للإنسان. نعم. أول شيء هزني في منطقة جوبة برغال لما زرنا مدرسة رياض الأطفال والابتدائية، لما قالوا أنتوا أول وفد يجي يزور المدرسة، يعني شوف كم هو شيء جميل ومقدر أن احنا نكون من الإمارات ونجي على سوريا ونزور منطقة أو مدرسة خلينا نقول ما في حدا زارها،
هذا الشيء نقدر نقول جهود جبارة من قبل الهلال الأحمر الإماراتي والهلال الأحمر السوري لوصولنا لمثل هذه الحالات وأكثر. أنا على المستوى الشخصي أول مرة، يعني أنا مالي ابن الأدية ابن سوريا، أول مرة أنا ابن حلب محافظة حلب، ولكن هي أول مرة أنا بجي على هذه الضيعة بالتحديد، يعني فاتل بقرى جبلة وقرداحة، لكن اليوم أول مرة بجي. انبسطت كتير بوجودكم وبدعوتكم وأيضا بهالأهالي. بالعكس، أنت جهودك من خلال المواد الإعلامية اللي تقدمها للمشاهدين هي جهود الكل يتابعها ويتأثر فيها، فالشكر أكيد لك ولفريق عملك الجبار. يعني خلية نحل في المكان، ما شاء الله عليكم شباب، قواكم الله يا رب. ويعني نقدر نقول إن إحنا من خلال تواجدنا هنا ننقل الصورة الواقعية والصحيحة عن مدى التكاتف والتعاون ومدى المساعدة للإنسان لأخيه الإنسان. حياكم والإنسان أولاً، هذا شعاركم بالفعل. يلا رح نتابع. طيب 6 + 6 لا بس زائد، أنا سقفي 1+1 و4+2 بس اكيد انتي اكيد انتي. طب مين احلى، انا ولا شادي؟ كمان اكيد انتي. هذا صف الشطار، هذا صف النواب خلينا نقول، فبنشوف ان شاء الله المستقبل المميز. كنا منقول ان الفراق ده مستحيل، وكل دمعة على الخدين كانت بتسيل، مليانة بأمل إن إحنا نبقى موجودين في بحر الحور على الشطين.